تمام عيني، اسوي برودكت قلنا هذه نفترضها هي المسج مالتي وهذا هو الكاريير، مجرد اسوي برودكت بيناتين ادز الاشاره مالتي، وسمينا الاشاره النهائيه سميناها بالموديوليتد سيجنال. اوكي كانت تجربه كلش بسيطه اتذكر، وانتم اعتقد حتى يعني بسرعه كملتوها. واحده من مزايا هذا الموديوليشن، هذا النوع من الموديوليشن، انه انا من ادز مثل ما شفتوا ما احتاج باور للكارير، ما احتاج باور للكارير، يعني ما حدز باور كارير، فبالتالي حيقلل لي الكلفه، يعني الكلفه اللي حتى اسوي موديوليشن او موديليتر لهذا النوع، انه انا ما حخسر كارير، حخسر بس مجرد باور للسيجنال، مجرد باور للسيجنال. ولكن من مساوئ هذا النوع من الموديوليشن هو بالدي موديليتر اللي هو تجربتنا اليوم. هذا النوع من الموديوليشن يحتاج الى عمليه سينكرونايزيشن، تزامن. اوكي شباب، يحتاج الى عمليه تزامن، يعني انا عندي ترانسميتر عندي ريسيفر، لازم الترانسميتر والريسيفر الكارير الموجود بالترانسميتر والكارير الموجود بالريسيفر يعملون حاله تزامن، نفس الطاور، ماكو اي فيس شيفت بيناتهم، بس يصير عندي فيس شيفت شو يصير عندي؟ حيصير عندي ايرور. اوكي حيصير عندي ايرور، بالتالي يولد لي او الناتج حيكون هو عباره عن ديستورتد سيجنال، اشاره مشوهه. اوكي طبعا حتى احقق السينكرونايزيشن هي عمليه مو سهله، مو سهله جدا، مو سهله. اوكي جدا مو سهله. فنرجع على تجربتنا، قلنا عندنا هاي بها مشكله وهي انه لازم احقق سينكرونايزيشن. نظريا نقدر نحققها عن طريق الماتلاب، لكن عمليا قلنا لكم كلش صعبه. اوكي كلش صعبه حتى احقق سينكرونايزيشن بين من؟ بين الترانسميتر وبين الريسيفر. زين نجي الى المعادلات الرياضيه، انه انا عندي الفاي اوف تي كوساين اوميجا سي تي. بالحقيقه الفاي اوف تي هو عباره عن شنو؟ هي الموديليتد سيجنال. بالريسيفر حضربه في كوساين اخر، نفس الكوساين اللي ضربته وين؟ بالترانسميتر. اوكي حتى يصير عندي سينكرونايزيشن. الناتج حيكون هو عباره عن اف اوف تي في كوساين تربيع. ليش كوساين تربيع؟ لان انا بالترانسميتر عندي كوساين وبالريسيفر ضربته ايضا في كوساين، فصار عندي كوساين تربيع. اوكي الكوساين تربيع اذا ترجعون شويه بذاكرتكم، اكو قانون يصلحوا له قانون ضعف الزاويه اللي هي 2 ثيتا، بس هنا عندي 2 اوميجا سي، فحيصير عندي نص اف اوف تي زائد النص اف اوف تي كوساين شنو؟ 2 اوميجا سي تي. هذا اذا نحكي تايم دومين مثل ما تعلمنا. اذا فريكونسي دومين اخذ الفوريير ترانسفورم، حيطلع عندي هذا هو عباره عن اف اوف اوميجا زائد ربع اف اوف اوميجا ناقصا 2 اوميجا سي زائد ربع اف اوف اوميجا زائد 2 اوميجا سي. ليش 2 اوميجا سي؟ لان انا عندي 2 كوساين، يعني 2 كارير، واحد بالترانسميتر شفت لي الاشاره مالتي بمقدار اوميجا سي، وبالريسيفر ايضا ربطت في كوساين ايضا شفت لي بمقدار اوميجا سي، فصار عندي 2 اوميجا سي، 2 اوميجا سي. اذا تلاحظون شباب، اذا تلاحظون انا عندي الاف اوف اوميجا هي الاشاره مالتي المسج، انا ما احتاج هذا النيل بقيه، هاي هي عباره عن كارير بها، ما احتاجها انا بالريسيفر، احتاج فقط احتاج شنو؟ المسج مالتي اللي هي الاف اوف اوميجا. زين مثل ما تلاحظون الاف اوف اوميجا هنا شباب ما بيها اوميجا سي، هي اقل تردد، واحنا حكينا واحده من اسباب الموديليشن انه انا عندي تردد اشاره قليله، احملها على تردد اشاره شنو؟ اعلى من عندها حتى ارسلها. فبالتالي انا اريد هاي الاشاره التردد القليل مالتها ابدا اقلعها، شلون؟ استخدم اللو باس فلتر. انتم ماخذين اللو باس فلتر، اللو باس فلتر هو يمرر لك الاشارات ذات التردد القليل ويمنع الاشارات ذات التردد العالي، يعني حيمرر لي المسج ويحجب لي الكارير. ليش يحجب الكارير؟ الكارير مثل ما شفتوها بالتجربه السابقه خليتها 500 هرتز بينما المسج مالتي كانت 10 هرتز، تمام؟ 10 هرتز، ال 10 قلنا اذا نقارن ال 500 500 هو اكبر من ال 10. واضح؟ اذا ما خليت اللو باس فلتر، سؤال هنا واحد يسال، ليش اذا ما خليت اللو باس فلتر؟ حتطلع الاشاره مشوهه عندي هي عباره عن كارير ومسج، وبالتالي ما افهم كل شيء بعده. اوكي؟ اذا خليت هاي باس فلتر حيطلع بس كارير، مسج اصلا تدخل تروح. اوكي شباب؟ اكو سؤال؟ سؤال اذا ممكن.
هي تفضل. الكارير شنو اشارته؟ الكارير هو احنا استخدمناها كوساين اذا تتذكره. وبالموديليتر التجربه السابقه؟ لا نفسه اللي هو احنا قلنا هذا النوع من الموديليشن يعزم سينكرونايزيشن، يعني ايش تستخدم بالترانسميتر تستخدم بالريسيفر. طيب بالبلوك استخدمنا ساين ما استخدمنا كوساين مع العلم. عادي البلوك نقدر نشفته بشف 90 حتى احوله كوساين. بالضبط ماكو اي مشكله، يعني ساين كوساين. شوف احنا ملاحظه جدا حلوه من عندك، احنا تقول الواحد يقول احنا بالرياضيات ناخذ كوساين بالمزنه، بينما اذا نطبق ساين ماكو مشكله، هو ساين الكوساين هو شف بس، صح لو لا 90 بس الشفت تحصل ساين او كوساين، ماكو مشكله شباب، هي نفس المبدا. بس انا استخدمنا هنا كارير هو سينجل تون على مود لانه بسيط لا اقل ولا اكثر، يعني احنا مو شرط انه لازم استخدم الكارير كوساين او ساين، مو شرط قد يكون سكوير ويف اللي استخدمته بالفوريير. اوكي فهذا شباب اللي 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 حيصير عندنا كالاتي، انه اني بالتايم دومين الموجات اللي حشوفها هي كالاتي، انا هاي الموجه هي بالترانسميتر اوكي، تنظر في كوساين اوميجا سي تي حتتحول عندي بهالشكل، هذا الكوساين حيكون بس موجه، ليش؟ لان كانما ترقيع في اي سالب انشار، بعدها حيدخل عن طريق اللو باس فلتر ينطيني شنو هاي الموجه مالتي هي المسج اللي دزيتها اول شيء، هذا كله تايم دومين. فريكوانسي دومين حيكون عندي بهالشكل هذا، اذا تلاحظون عندي الاشاره مالتي المسج وحده الايمج مالتها وحده بالاوميجا سي 2 اوميجا سي وناقص 2 اوميجا سي، انا بصراحه ما اريد اذني الاثنين، احتاج بس هذه، ايش حسوي؟ حستخدم لو باس فلتر اللي ودي اشوفه منقط قدامكم، حتطلع عندي هاي الموجه، تطلع عندي هاي الموجه، اوكي؟ بس الموجه ايش تلاحظون بها؟ الامبليتيود مالتها هي نص، الامبليتيود مالتها نص، يعني هي نفس الاشاره حتطلع ولكن بامبليتيود قليل، يعني اذا اتداز الامبليتيود مالتها واحد اذا تتذكرون خلينا بالتجربه ذيك، حيطلع نفس الساين ولكن بامبليتيود نص، بامبليتيود البيك تو بيك او البيك مالتها ايش قد؟ 0.5. حتى حل هاي المشكله هو ايضا مو مشكله، يعني صحيح هو بس هاي من عندنا اضافه، اخلي مجرد جين، اخلي له جين مالته 2 يضرب ال 0.5 في 2 ترجع 1. اوكي؟ هذا هو الدائره اللي المفروض نربطها احنا، بالحقيقه احنا هذه ربطناها الاسبوع الماضي اذا تتذكروها. صح لو لا شباب؟ جبنا ساين واعتبرناه مسج، جبنا ساين اخر اعتبرناه كارير، سوينا برودكت الديناتين وشفنا السكوب وشفنا السبكترام سكوب الى اخره، تمام؟ هذا مو شغلنا مال الاسبوع الماضي. الان شباب هو شنو؟ هو كالاتي، انه اني الاشاره مالتي اذا تلاحظوا تتبعوها هذه حسوي برودكت ويا من ويا الكارير نفسه حتى يصير عندي سينكرونايزيشن. عمليا هو مو هيك شكل، انا ما اجي واير من الترانسميتر للرسيفر، لا لازم اجيب بلوك اخر هنا أنا. اوكي هم اسميه كارير بس اخليه يشتغل تزامن مع من؟ مع هذا الكارير. اوكي هاي عمليا. ايضا استخدم اللو باس فلتر. اللو باس فلتر شباب فائدته هنا أنا هو لتمرير الاشاره المسج فقط وحجب اشاره الكارير. اوكي واشوف النتائج اللي عندي حتطلع عندي بالسكور. طبعا قبل ما نبلش بالتجربه، شباب هذه هنا اكو بارامترز لللو باس فلتر، رجاء التزموا بها، التزموا بهذه مثل ما موجود بالملزمه سووه، لان اقل تغيير ما حيعطيك الاشاره اللي انت تريدها، حتطلع الاشاره مشوهه. اوكي شباب؟ عفوا دكتور تفضل. عندنا الاشاره احنا ضربنا المسج بالكارير، نعم، ليش مو راسا اوديها للفلتر؟ قصدك هذه؟ ايه. آه. يعني اوكي. ليش اضرب الكارير ادخل الكارير مره ثانيه؟ ها تمام. مو هو هذا حتى يصير لي تزامن، حتى اتخلص من الكارير حيصير لي تزامن، لازم انت اذا جبته مباشره دخلته على اللو باس فلتر ما حيطلع عندك هذا الفصل اللي موجود وهنا هاي المعادله الرياضيه اللي هي اف اوف اوميجا، حيطلع عندك اف اوف اوميجا بلس اوميجا سي، بروح على ذكرك بها بالاسبوع اللي مضى. حيطلع عندنا هاي الاشاره يا منو سالني؟ محمد. محمد عيني حيطلع عندنا هاي الاشاره، ولا تلاحظ هاي الاشاره هي مدموجه ويا الكارير مو بحدها، يعني ساعتها تستخدم لو باس فلتر
ما حيطلع لك النتيجه. ليش؟ لان التردد مالتها هي اوميجا ناقصا اوميجا سي واي اوميجا زائد اوميجا سي. وياي؟ من ضربت الكارير مره اخرى، من ضربت الكارير مره اخرى، هاي العلاقه تحولت الى هاي العلاقه. ليه خل امسح لك اياها افضل. حتى تبين عندك واضح. شوف طلعت الاف اوف اوميجا بحثها بدون اوميجا سي. تمام وضحت ان شاء الله؟ وضحت ان شاء الله. ممتاز ممتاز. بعد شباب اكو سؤال؟ شباب قبل ما ننفذ اكو سؤال؟ ماكو سؤال. تمام شباب ممتاز جدا ممتاز. انا التجربه رابطها حتى مجرد استغلالا للوقت لا اقل ولا اكثر. حطلع لكم اياها وانفذ ونغير بعض البارامترز ونشوف ايش حيصير عندنا. هاي التجربه شباب مالتنا. طبعا ضايف لنا بعض الشغلات مثلا السبكترم سكوب ما موجود عندكم بالمحاضرات، الجين ما موجود مثل ما اتفقنا. الجين هذا تقدر تضيفه وتقدر ما تضيفه كيفك انت حر، ماكو اي مشكله. اوكي شباب ماكو اي مشكله، مجرد ضفته انا قلت لكم على مود شنو اطلع نفس الاشاره اللي هي نفس الامبليتيود. اوكي اذا تلاحظون ان انا مستخدم كارير اخر كانما داحت شنو ريسيفر، تقدر انت تلغي هذا الكارير توصل بنفس الكارير هذا ماكو اي مشكله. صحيح واضحه؟ اعيدها. نظريا نقدر نسوي هذا العمل لكن عمليا ما نقدر نسوي، لازم اكو كارير مستقل بالريسيفر بس يشتغل بتزامن مع من؟ مع الترانسميتر. واضح شباب؟ الرجعة؟ اوكي ممتاز. اذا نرجع اهم فقرة عندنا اللو باس فلتر، اشيك البارامترز مالته. شوفوا شباب الاف اي ار طبعا هو ديفولت يطلع عندك مينيمم سنجل ريت هيرتز، انت هذا اللي حتشتغل عليه بس لانك تشتغل عليه. اوكي اذا تلاحظ الاف باس باند اللي هي ايش قد حتاخذ؟ حياخذها 0.1. ليه ما جبت 0.1 من المحاضره؟ باس باند فريكونسي و الستوب باند حخليه 0.2. سواء واحد يقول لي مين الارقام هاي؟ هاي كالكوليشن صارت شباب حتى بالامتحان احاول ان حتى لو غير لك التردد خليك تلتزم بهذني الارقام، يعني ما لا تخاف يعني ما اطلب عندك انه اسوي كالكوليشن واطلع لي هذني الارقام. اوكي؟ اوكي؟ هو بالحقيقه البوينت 1 مين اجيس نحكي عليها، طبعا حتى اطلع الريسبونس مال فلتر مالتي من هنا اكو هذا الاوبشن كوماند اضغط عليه حيطلع لي الريسبونس مال فلتر، يعني الفلتر مالتي حيشتغل بهالشكل هذا. من صفر الى 100، 100 شنو؟ ملي هرتز، يعني ايش قد شباب؟ بوينت 1 صح؟ اعيدها صفر 100 بس الاوبشن هذا مين طلعته دكتور الاوبشن؟ هسه طلع هذا مكتوب فيو فلتر ريسبونس، اضغط عليه يطلع لي هذا الريسبونس. تمام عيني؟ شوفوا شباب هاي الباند من صفر للبوينت 1 حيمر لي اياها ماكو مشكله. يبدي هنا شو يصير عنده؟ يقل اللي يسوي ريجكت شوي شوي لحد ما يوصل البوينت 2 اللي هي 200، 200 ملي هرتز يعني بوينت 2 اللي واني خله لا تتذكرون خليته الستوب مالته ايش قد؟ بوينت 2، يعني بوينت 2 تسوي ريجكت لكل الفريكونسيز اللي تجي بعدها. اوكي؟ واضح شباب؟ واضح دكتور. ممتاز ممتاز جدا. اذا هاي التجربه مالتنا مجرد انفذ واشوف النتائج اللي حتطلع عندي. طبعا هذا السبكترم سكوب حصلت على الاشاره تذكروها نفس الاشاره اللي ادزيتها انا، يعني اذا تتذكرون الموديليتد كانت تطلع عندي هنا وحده بالكارير موجب وسائل تتذكروها؟ اي نعم دكتور ممتاز. اي نعم طلعت بس وحده وطلعت وين؟ بالصفر، يعني اخذت بس المسج مالتي. اذا افتح السكوب مالتي شباب حنلاحظ الاتي، عندي هاي المسج مالتي، عندي هذا الكارير، عندي هذا شنو؟ هذا الموديليتد، وعندي هذا المسج بعد ان سويت شنو؟ دي موديليشن. طبعا اذا تريدون تضيفون بعد شنل اخرى يريد يشوف من هنا تسويها خمسه مثلا. اوكي تمام وهذا نخليه هالشكل نجيب هالشكل وهذا بعد ان يصير برودكت شو يصير عندي؟ بعد ان يصير برودكت نفس الكارير شو يصير عندي؟ فانفذ واشوف شوفوا شباب اللي حيطلع عندي كذا
هذا المسج، هذا الكاريير، هذا الموديليتد، هذا كله شنو موديليشن. هذا استخدمناه الاسبوع الماضي. وراء سوى ضربت نفس الكاريير طلع عندي هالشكل الموجه هذه. اوكي بعدها دخلت على اللو باس فلتر طلع عندي هذا الشكل، طلع عندي هذا الشكل. اوكي شباب، هسه سائل يسال يقول يا بس اللو باس فلتر تقيت لا تغير البارامتر، اذا غيرت شو يصير؟ اقول له اوكي خلينا نجرب مثلا البوينت 2 استخدمها بوينت 3 مو بوينت 2، ازيد الباند مالك خليني اشوف ايش يطلع عندي واشوف اول شيء الريسبونس مالته. ها خليني اقول له اوكي تمام. الباند اذا تلاحظون كبرت، الباند كبرت تمام. هلا اشوف هذا الباند من كبرت اثرت لي على شكل الاشاره مالتي لو ما تاثر عليه، خليني اشوف. شوف الاشاره شباب ايش طلعت عندي ما بعد اللو باس فلتر، هي ساين مو ساين، ساين بس شبيهه مشوهه مشوهه. ها هاي الاخيره ساين طلعت بس مشوهه. فهذا اقول لكم لا تلعبون بالبارامتر، نفس ما موجود بالمحاضره التزم بها. واضحه شباب؟ اي نعم دكتور واضح. واضح ممتاز جدا، ممتاز ممتاز ممتاز. شباب رجاء اكو سؤال؟ اكو شيء ما واضح؟ انا ما بطلع عندي الموجه هسه هسه نشوفه واحد واحد، اللي عنده مشكله يسوي شير ونشوفه. اكو سؤال على الربط، اكو سؤال على المحاضره، شيء ما واضح رجاء. ماكو؟ الكل واضح ان شاء الله؟ ان شاء الله كذا فاهم. كلش ممتاز الحمد لله. شباب بس قبل ما نبلش ان شاء الله بس اخذ حضور مال شعبه الهاء حتى وراها ان شاء الله، اللي يحب يسوي شير خليه يسوي نشر. اوكي احمد رحيم، احمد رحيم